أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. نحن التنسيقية الوطنية السلام، هذا المولود الجديد الذي جاء لكي يوحد المدن المغربية من طنجة إلى القويرة، لكي يوحده في الإعاقة. نحن جميع المعاقين من طنجة إلى القويرة جئنا هنا ليس للاحتفال باليوم العالمي، بل لكي نعبر عن الوضعية المأساوية واللا إنسانية التي يعيشها الشخص المعاق المغربي. نحن طالنا النسيان والإهمال من الحكومة، حكومة التي وضعت الملف المعاق في سلة المهملات. نحن نعاني كل يوم وكل دقيقة بجميع الإعاقات، بجميع المستويات. جميع المعاقين تعاني واحد وضعية، المعاق المغربي يعيش وضعية جد مأساوية. عندنا حقوق وطنية وحقوق دولية واتفاقيات دولية، لكنها تبقى حبر على ورق. التطبيق ما كاينش، تبقى حبر على ورق. لهذا جئنا هنا ليس لنحتفل لا باليوم العالمي ولا باليوم الوطني. نحن لن نحتفل الى غادي نحتفلوا الى ان هذه الحكومه وهذه الدوله سمعت لينا وسمعت المطالب ديالنا وحقت لنا الحقوق. احنا مواطنين وحنا محتاجين نعيشوا بكرامه في بلادنا. المعاق راهو تيتسول، المعاق راه حشومه في بلاد ديال القانون، راه حشومه بلاد ديال القانون وديال حقوق الانسان. ولا زال المعاق يعاني كإعاقات مختلفه، إعاقات مختلفه. هادو اللي جاو يعبروا راه قدروا يخرجوا يجيو هاد الساحه. كاينين معاقين راهو ما قدروش يخرجوا، إعاقات رباعيه تعاني، لا الامهات ولا الاباء ولا الاسر تعاني مع هذه الإعاقه الرباعيه. راه ما قدروش، واحد العدد اللي هو كبير، الا ما نقول ملايين ديال المعاقين اللي ما قدروش يجيو يعبروا هنايا. نحن نعبر بصوتهم لأننا نعيش وضعية واحدة، وضعية مؤلمة ومؤسفة وجد مزرية. ونحن هنا نطالب هذه الحكومة التي وضعت ملف المعاق في سلة المهملات خمس سنوات، وهي تواعد المعاق بأنها ستجد حلا لهذه الفئة، لكن تبقى شعارات ووعود كاذبة ليس إلا. ونحن هنا، هذه الوقفة ستستمر إن شاء الله، هذا النضال سيستمر إلى أن تستجيب لنا هذه الحكومة وتستجيب لنا الدولة، لأننا لدينا الحق في العيش والحق في العيش الكريم كجميع المواطنين. وشكرا.